السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف صحه وخير. النهارده زي ما وعدتكم بقى ان انا هعمل لكم جوله في كل حاجه هشتريها. فبدانا الايام دي نشتري ان شاء الله الاجهزه، وهنرشح كمان لحبايبنا اللي سالونا لو عروسه بتجهز تجيب ايه وفي حدود كام، وكله هيكون معاكم بالامكانيات بالاسعار بالعيوب بالمميزات. انا النهارده في معرض ايكوماتيك. ايكوماتيك هي شركه ايطالي تقفيل تركي، الفرع بتاعها موجود في 71 طريق النصر في مدينة نصر بجوار طيبة مول. يا رب اكون بس قلت العنوان صح. انا رشح للشركة دي صاحب صفحة هوم ديزاين الباشمهندس محمد سعد. هي حلوة جدا، يعني امكانياتها بالنسبة لي كويسة، الاسعار كمان يعني انا شايفاها معقولة. هبقى اسيب لكم لينك الموقع بتاعهم ولينك صفحتهم كمان ان شاء الله في صندوق الوصف. ادي كده احنا دخلنا المعرض، هيكون معانا باشمهندس مصطفى هيقول لنا كل حاجه بالاسعار بالمميزات بالعيوب، ولو عروسه وبتجهز هيرشح لها ايه كمان. بالمناسبه الشركه فتره الضمان بتاعتها 10 سنين، وليهم خدمات ما بعد البيع والتركيب، وبيوصل كله في خلال من 48 ساعه ل 72 ساعه. انا هنا كده في الاول اهو، دي اول حاجه. ده ايه بقى يا باشمهندس مصطفى؟ ده فوق 60 سم بس. تمام. ده في مروحه توزيع، في مروحه تبريد. تمام. الساعه الاتريه بتاعته يعتبر اكبر ساعه الاتريه موجوده في مصر، 64 لتر. تمام. مزود بخصيص السوفت بلوس. تمام. بيجي معاه اتنين صينيه. ده حلو قوي لو حد عنده اطفال على فكره وبيخاف من باب الفرن. صينيه عميقه، والصينيه بتطلع بمجرى كده. تمام. بيجي معاه شبكه. تمام. بيجي معاه سيخ للشوي وحامل للسيخ للشوي. تمام. مزود بالتايمر بس ما بيفصلش اوتوماتيك. تمام. ومدخل غاز واحد، يعني فرن غاز ما فيهوش اللي هو الناحيتين. لا مش الناحيتين، ده ناحيه واحده. تمام. والساعه الاتريه بتاعته 64 لتر. باب الفرن مكون من طبقتين، طبقه داخليه وخارجيه. تمام. طبعا في عزل حراري، في مراحل تبريد بتخرج جسم الفرن عشان احافظ على الوحده الخشب وعشان ما اطلعش صودا على اللي بيستخدمه. تمام. في مروحه توزيع بتساعد على توزيع الحراره بشكل متساوي على جميع اجزاء الفرن. ده لو حطيتك تقدر تستخدمه اكتر من صينيه من هنا مثلا، او ممكن يكون عند حضرتك واحده احتياطيه زي دي فتحط صينيه هنا وصينيه هنا مثلا، فده بيساعد على توزيع الحراره بشكل متساوي. هما يعني وهو حل نفس امكانيه الكبير، يعني انت حطيتي صينيتين في نفس الوقت الواحد. فوق بعض وتشغلي مروحه التوزيع. تمام. ده سعره بتقول لك عامل كام؟ سعره 7970 بعد الفصل. ده كان سعره كان معمول عليه فصل من 8860، بعد الفصل بيعمل 7970. ده ترشحه العروسه ولا ترشحه لمين؟ لست بيت ولا العروسه؟ ممكن في الاول العروسه، ست بيت ده عايز فرن 90 اكبر. وبالنسبه كمان للي لسه والده جديد او حاجه وابنها لسه بيلعب اللي هو بيبقى سنه سنتين، باب الفرن ده انا عجبني جدا. تمام. كمان بوتاجاز بلت ان كامل اهو، ده للناس اللي ما بتبقاش عايزه الفرن لوحده والبوتاجاز لوحده. ده ده في سخين شوي. ده بالنسبه برضو للبوتاجاز، ده سيمي بروفيشنال، يعني يبقى ممكن يبقى بلت ان، يعني ممكن يبقى في هنا في تقفيله عادي، يدخل جوه التقفيله زيه زي البلت ان. هو امان كامل. تمام. البساط حلو بيكون. الامان الكامل ده انا بشجعه. اشعال اوتوماتيك، اشعال ذاتي، امان كامل، شعله ثلاثيه، وبيجي معاه حامل لوب. ده ما انا اخدت بالي. والحوامل ظهر. ده حلو قوي للطاسات الاليه اللي هي النص دايره دي، زي اللي عندي الكبيره اللي انا بصور لكم فيها على طول دي. دي تقف يعني تتحط عليه حلوه جدا. تمام. بالنسبه للفرن، فرن غاز، شوايه غاز، في مراحل توزيع ومراحل تبريد، دي جديده عشان هي بتبرد بتبرد على الزراير كمان. في سخن للشوي، صينيه وشبكه وحامل لسخن الشوي. الساعه اللتريه بتاعته تقريبا 125 لتر. حلو كبير ما شاء الله. وفي مدخلين للغاز وصوره التوصيل، مدخلين للغاز مدخلين يعني ممكن ماسوره الغاز تبقى نازله من الناحيه دي او الناحيه دي، فيوصل من المدخل ده او نازله من الناحيه دي فيوصل. ايوه ما يبقاش ده بقى كده. هنكمل بقى الافران. انا صورت لكم الفرن الاولاني، ده نفس برضو الامكانيات بتاعته لكن بيختلف الشكل. وفي معلومه مهمه جدا الباشمهندس يعني قالها انا ما اعرفهاش، وناس كتير على فكره ما يعرفوهاش، يعني انا متاكده ان في ناس كتيره ما تعرفهاش المعلومه، ان ما ينفعش الفرن يشتغل
لما الكهرباء تقطع. يعني انت اللي دلوقتي لو حاطه مثلا صينيه اكل في الفرن والكهرباء بتاعت الشقه قطعت، شيلي افصلي على طول الغاز، صح كده؟ يعني تشيلي الفيشه وتفصلي الغاز على طول. زي ما الباشمهندس ما قال، نخسر الاكل وما نخسرش الفرن. على فكره المعلومه دي مش في افرانهم هم بس، في اي فرن بيلت ان. انا هشرح لحضرتك ليه لازم نفصل الغاز. اولا سيستم الفرن كله شغال بالكهرباء، تمام؟ سيستم الفرن كله شغال اللي هو زي المروحه، زي مروحه التبريد، ودي اهم حاجه، تمام؟ فلما لما الكهرباء بتقطع طبعا مروحه التبريد بتقف، مروحه التبريد بتقف. فانا بعمل ايه؟ بفصل الغاز وبفتح باب الفرن يطلع الحراره من هنا، بفصل الغاز من المحبس بتاعه او من الانبوبه، ماشي؟ والحراره تطلع من هنا. فانا انا لو نسيت وما فتحتش باب الفرن، الحراره كلها تطلع على راحه التحكم من فوق، هتسيح. ايوه، لان مروحه التبريد نفسها وقفت خلاص، الحراره مش هتطلع، حلها الوحيد انها تطلع من الباب. ده بالنسبه للبلت ان كله، كله مش شرط ايكوماتيك او ريستون او غيرهم، في كله يا جماعه. في حاله انقطاع التيار الكهربائي يفضل عدم تشغيل الفرن، مفيش فيشه قريبه من الفرن، ما شغلش الفرن الا لما تكون الفيشه بتاعته محطوطه. عايز اقول لك ان محدش يعرف المعلومه دي كتير. لا لازم، ودي مهمه جدا. حتى الفني عندي شركه جداله لما بيتم التركيب من خلاله بيوضح كده بشهاده الضمان، ممنوع منعا باتا استخدام الفرن في حاله انقطاع التيار الكهربائي، وبيبدا يشرح للعميل ليه التيار ايه ضرر العمليه دي، ان الفرن سيستمه كله واقف، فالحراره بتطلع على لوحه التحكم من فوق، فده بيسيح الشاشه. فعشان كده بفتح باب الفرن فالحراره تطلع من الباب من هنا، فبخسر الاكل مش مشكله، بس اهم حاجه صح. الفرن ده في اي نوع يا جماعه؟ انا باكد فرن. على المعلومه، في اي فرن بيلت ان، تمام؟ ده احنا شرحناه في الاول بس الشكل يختلف. وده برضو مزود بخاصيه اللي هي السوفت كلوز، تمام؟ ده فرن غاز مش ده عملي قوي. حوار السوفت كلوز ده المفروض يبقى في كل الافران على فكره. في صينيه بتطلع بالمجرى دي، حلوه بقى. الصينيه دي بيتخبز فيها على طول، يعني ما تقوليش بس احط عليها صينيه وخلاص. تقدري تعملي فيها يعني معجنات، حلويات زي بسبوسه تشيل معاكي، وفي الاغوط منها دي غويطه. دي شويه دي لو هتعملي فراخ، سمك صياديه مثلا، سنجاري، تبقى الحاجات دي اللي هي بيبقى فيها ميه وصوص والحاجات دي، تبقى الصينيه دي عمليه جدا ليها. وفي اللي هو ده سيخ الشوي والشبكه. دي الشبكه. هو حلو على قد ما هو 60 بس تحسه واسع يعني. هو اكبر فرن 60 موجود في مصر، يعتبر السعه الاتريه بتاعته 64 لتر. اكبر سعه الاتريه موجوده في مصر. تمام؟ يعني الفص ده اختلاف الشكل بس الخارجي. تمام؟ ده البيزك، ده هو برضه في صينيتين. ده يختلف عن التاني، ده بثلاث زراير. انا بطلع الصينيه بايدي هنا بقى. في صينيه عميقه، تمام؟ وفي الشبكه وسيخ الشوي وحامل لسيخ الشوي. برضو نفس الوصف، فرن غاز وشوايه غاز، مروحه توزيع ومروحه تبريد، سيخ للشوي، صينيتين والشبكه والتايمر بتاعه يدوي. يديني غرز كده وحطيه وتفصليه. ما انا اخدت بالي، هو ده الفرق بين ده وده. اهو التايمر كمان مش موجود هنا، فيه الثلاث زراير والشاشه. والشفل برضه. ده الديجيتال بتاع ده. هو نفس الشكل بس شال الزرار وحط الديجيتال. حط الشاشه والديجيتال هنا ما بيظهرش درجه حراره، ما بيظهرش وظيفه، هو مجرد تايمر فقط لا غير، ساعه بس. طب وبالنسبه لل 90 دي برده معلومه هفتتنا. ال 90 في الافران 90 بيفصل اوتوماتيك، ال 60 ما بيفصلش. يعني اللي هو ال 90 دوت مثلا ده بيفصل اوتوماتيك، بتظبطيه لمده نص ساعه وبعد نص ساعه بيفصل. طب هنجي له برده ده عشان نبقى ماشيين واحده واحده. وفي ده طبعا كل الافران مش موجوده، ده بصوا ستانلس كله، كل الافران مش للناس معروفة. اللي بتحب السيلفر. وده اللي هو الازاز، وده بيفصل اوتوماتيك. المطبخ بتاعه اللي هو واخد الشكل الكيرف ده، بيفصل اوتوماتيك. ده برضه فرن غاز مش ده اللي هو يفصل اوتوماتيك، ان هي تظبطه على نص ساعه، بعد نص ساعه يفصل ما يديش انذار مثلا. لو هي في البلكونه بتنشر غسيل ولا حاجه ما سمعتش الانذار، لا ده هيفصل، ده أأمن. أنا بالنسبة لي الخطوة دي حلوة. فوق أو تحت. ده طبعا مختلف عن الأشكال اللي أنا فرجتها. أيوه فعلا. تمام؟ في دو ده وده كهرباء مش غاز، فرن كهرباء. الزراير. أيوه صح. تمام؟ وده فرن كهرباء. ده مزود بخاصيتين من خصائص الميكروويف، خاصية التسخين. لو في أكل من مثلا من يوم فات عايز حضرتك تسخنيه، بيتسخن عن طريق الهواء الفاتر اللي خارج من غرفه التوزيع.
يعني ده تستخدمه فرن وميكرويف بس كمان. لا ما بيغنيش عن الميكرويف. عن الميكرويف. ايوه فاهمه. بيشتغل عن طريق احتكاك الموجات. أيوة. ده بيشتغل عن طريق توليد الحراره. تمام. طبعا ده ممكن يكون صحي كمان عن الميكرويف. تمام. دي خاصيه الدوفروست اللي هي ذات الطعام. برضه لو في اكل طالع من الفريزر وحطيتك مستعجله على عمليه الطبخ هو برضه بيفك عن طريق الهواء الفاتر. حلوه على فكره، حلوه الامكانيه دي قوي. تحفظ القيمه الغذائيه. في واحده بتبقى جايه كمان من الشغل مستعجله عايزه تطلع من الفريزر تدوب التلج بسرعه باي طريقه. تمام مظبوط. كمان هو استهلاكه للكهرباء 840 واط في الساعه، يعني اقل من كيلو. 840 واط في الساعه، يعني لو الكيلو بجنيه فده هيستخدم اقل من الجنيه. من الجنيه في الساعه. في الساعه على اعلى درجه حراره اللي هي 250، اللي هي اعلى درجه حراره للفرن 250 في الساعه. تمام. وده مفتاح الوظائف، وهو كمان مزود بخاصيه البوش اند بول كده. حلو. ده اخطر. واللي فوقه ده بومباني، ده ايطالي 100%. حلو ده برضه. ده بيزيد عليه، ده زي البوتاجازات الستين اللي احنا اتفرجنا عليها. اللي هي الايطالي ده بيزيد عليه ان هو طبعا ايطالي 100%، عدد الوظائف بتاعته اكتر. ده 6 وظائف، هنا 8 وظائف. كمان هو تاتش، التايمر بتاعه تاتش. تمام. برضه ده تايمر بس. بس ده بيزيد عن اللي تحت ان هو فيه توربو بوستر طاهي للتسخين السريع. بمعنى ايه؟ ان هو بيبقى فيه مصدر ثالث للطاقه، بتبقى حوالين المروحه هنا بيبقى فيه هيتر. ايوه. فده بيساعد برضه ان الاكل ينجز بسرعه، يستوي بسرعه. بيبقى حوالين المروحه هنا. كمان التايمر بتاعه تاتش. ما انا اخدت بالي. تمام. وده ماشي. في ده بقى؟ ده اللي هو الليد ده. ده موديل جديد جدا. شكله حلو ده. مضيء من هنا كده اثناء التشغيل. تمام. جميل والله. في عرايس بتحب الحركات والشغل ده. ممتاز على فكره. ده ايطالي كله. لا ده ايكوماتيك، مكونات ايطالي تقفيل تركي. ده تمام. ده ايكوماتيك. انا افتكرته بومباني. شكله ممتاز جدا. هو شكله حلو. هو لو عروسه وتاخده بالنسبه لها جميل. ده اللي بومباني، الاثنين دولات بومباني. شكلهم ما شاء الله كمان. زي ما قلت وباكد الاسعار هسيبها لكم من خلال الموقع بتاعهم، هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف الحبايب اللي على اليوتيوب. وبالنسبه لحبايبنا اللي على الصفحه هسيبها لهم في اول تعليق. وادي فرن ده 90، هو نفس برضو اللي الباشمهندس قال لنا عليه صح كده، اللي هو التايمر. ده فرن كهرباء 90 سم. ده اللي هو الايطالي. الايطالي 100%. تمام. دي الشاشه بتاعته تاتش. طبعا الكهرباء اكيد هيفصل اوتوماتيك. ده كهرباء. اي كهرباء بيفصل اوتوماتيك. ده فرن الكهرباء انا باكد مش غالي. 90 سم بومباني. ايطالي كله ايطالي 100%. تمام. ده ايكوماتيك. ده فرن غاز ايكوماتيك. بس شكله حلو. ممتاز. ده شكله حلو جدا. هو بس ما فيهوش شاشه. هو تحس واخد نفس الشكل ده بس هو مقللين فيه السيلفر شويه. واخد الشكل الجميل ده. ده برضه الساعه اللي بتاعتها 64 لتر برضه، كل الوصف واحد. والصاميتين. الشبكه وسخن الشوكه. والتامر بتاعه يدين. الصاميتين دول بقى عازل، يعني مفيش حاجه تلزق فيهم ولا الكلام ده خالص. لا لا لا. زي التيفال كده والسيراميك ده كروم. كروم. تمام. ما بيلزقش في الاكل ده. سهل التنظيف كمان، الجوانب بتاعته كلها مطليه كروم. حلو ده. تمام. يعني اقدر كمان انضف الفرن نفسه من جوه. وسهل التنظيف، اي مذيب للدهون مع فوطه مبلله او سفنجه بس كده. بس. ارش وامسح بس، ما احكش فيه بسلكه ولا بحاجات دي. لا 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 لا، سلكه ممنوع. سلكه ده بعد كده هيأثر على المينا او على الكروم بتاع البودي نفسه. ده 90 سم. ده بقى عاجبني جدا، ده اللي ان شاء الله هجيبه وهتشوفوني وانا بجربه هنشتغل فيه سوا. ده فرن غاز، ده مزود بمروحتين توزيع. السعر الاتريه بتاعته اكبر سعر اتريه موجوده في مصر. ده مروحتين حراره عشان الناس تبقى فاهمه. بس مروحتين حراره. مروحة تبريد. يعني ده في ثلاث مراوح، اثنين لتوزيع الحراره وواحده للتبريد، بجانب ان التايمر ايوه، يعني تظبطي الساعه على نص ساعه، على ساعه الا ربع، بعد الساعه الا ربع حتى لو نسيتي. هو بيفصل غاز، بيفصل كله، بيطفي مع نفسه كده. تمام. يعني ده فيه ميزتين حلوين جدا. تمام. ده اللي احنا هنجربه بقى زي ما اتفقنا. فتابعوني على ده اللي حابب يشتري ده. ده سعره كام بقى عشان الناس؟ عامل 10130 جنيه بعد الفصل. هم عاملين عروض حلوه جدا بجد جميله. في لو هتاخدي اكتر من جهاز في عروض ليهم برضو على الموقع ده، هسيب لكم اللينك بتاعه. ده المرايه. ده زي نفس وصف الاول واحد بس اختلاف ان هو ميرور من بره. مرايه. يعني ده نفس اللي عاجبني ده. نفس الوصف بالظبط، اختلاف الشكل الفريق.
انا بقى لما شفته في الموقع افتكرت ان ده ستانلس، بس المرايات دي ما بتتأثرش. وعلى فكره شكله ديزاين جديد يعني حاجه، ما هو برضو الواحد يبقى فكره ما بين ده وما بين ده. ده بكام بقى؟ حراري ده عامل 11330، ده سكوت حراري ومقاوم لدرجات الحراره العاليه ومتفادل الاستخدام. ده كده بقى الفرن زي ما قلنا، بس هو بيختلف في السعر علشان خاطر مرايه زي ما اتفقنا، لكن هو هو نفس امكانيات التاني ده. مظبوط. انا حابه اخد ده هيمشي معايا اكتر مع الستانلس، فهيبقى طقم واحد مع بعض. طب ده زي ده بس، بس الفرق التايمر. التايمر هنا يا دوب. ايوه اللي هي الرنه الصغيره دي بتفصل الغاز، انما هناك بتظبطه لمده نص ساعه وبعد نص ساعه بيفصل اوتوماتيك. الحته دي مهمه على فكره جدا. يعني حته انه يفصل اوتوماتيك دي مهمه جدا. مصر. انا يهمني ان انا اظبط الحاجه، ولو نسيتها ما بقاش قلقانه، هيفصل والحاجه مش هتتحرق وفي نفس الوقت مش هستهلك الغاز. مظبوط. تمام. وفي بقى اللي هو الصغير ده، ده البوتاجاز. ده انا مصوره في اول الفيديو.